وأخيرا تنفس لبنان وأهله الصعداء بعد عدوان إسرائيلي أفقدهم لفترة ليست بالقليلة معنى الحياة الآمنة، حيث أسال دماء اللبنانيين ودمر ممتلكاتهم. فجاءت الانفراجة متمثلة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان، والذي دخل حيز التنفيذ لتعلو الابتسامة وجوه العائلات اللبنانية من جديد. فرحتنا كتير كبيرة طبعاً، ما فينا ننسى حزننا على شهدائنا أهل كورونا، دم بعضه بالأرض. بفضل هذا الدم نحن حنرجع على كورونا وعلى أرضنا. وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه حمل في طياته أيضاً فرحة عودة النازحين اللبنانيين إلى مدنهم ومنازلهم التي أجبروا قسراً على تركها، سواء فراراً من نيران جيش الاحتلال أو بسبب أوامر الإخلاء التي كان يصدرها. ما بين وصف. يعني الحمد لله. في شوارع لبنان تجد إطلاقاً للنار وهتافات، لكن ليس إطلاق نار من أسلحة جيش الاحتلال، فهي أصوات لنيران محببة للبنانيين هذه المرة، يعبرون بها عن ابتهاجهم باتفاق وقف إطلاق النار في بلادهم وعودتهم لديارهم التي افتقدوا تفاصيلها مع العدوان الإسرائيلي. لعل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يفتح الباب أمام المزيد من الاستقرار للبنان واللبنانيين بعد معاناة استمرت لعدة شهور.